إذن من عمان ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل عمار الهندي. أهلا ومرحبا بك مجددا عمار، وللوقوف على المستجدات من موقعك الآن، يعني هل تم إخراج أشخاص آخرين؟ هل ما زالت العمليات كما نرى من خلفك ما زالت مستمرة؟ ولديك أكيد أكثر تفاصيل، تفضل. أهلا أسماء، العمليات لا تزال مستمرة، عمليات الإنقاذ منذ أمس وحتى هذه اللحظة مستمرة وبنفس الوتيرة وبنفس القوة، أعداد كبيرة من الدفاع المدني والكوادر الطبية وكوادر الأمن العام تشارك في هذه العمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض هذه البناية المكونة من 4 طوابق التي سقطت في منطقة جبل الويبد وسط العاصمة الأردنية عمان. للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم إخراج سوى شخص واحد وعمره 45 عام كما قلنا في مباشر سابق، وتم إنقاذه إلى إسعافه إلى أقرب مستشفى وبحالة جيدة، ولم يخرج شخص آخر. يعني العمليات هذه، أنا سأطلب من زميل المصور، العمليات مستمرة، تسير ربما بوتيرة بطيئة لأنه كمية الركام والأنقاض التي سقطت كبيرة جدا، وبالتالي هم يعملون ببطء حتى لا يعرضوا حياة أي ناج تحت الركام للخطر، ويعملون بحرفية عالية. كنت شاهدت قبل قليل، وقفت مع شاب لديه طفلة عمرها 6 أشهر لا تزال تحت الأنقاض، لم تخرج بعد وهو بانتظارها، وطبعا لك أن تتخيلي مقدار الرعب والصدمة لديه والحزن الشديد وهو يترقب يعني إخراجها من تحت الأنقاض. هناك أيضا يعني بعد أن أخرج الشخص الناجي اللي عمره 45 عام تبقى 9 أشخاص. ما علمته أنا بأنه ابنه لهذا الرجل الذي نجا من تحت الأنقاض لا يزال، واسمه لطفي، لا يزال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة، وفرق الدفاع المدني تحاول الوصول إليهم من خلال أجهزة طبقية يعني تنقل لهم الصورة من بين الأنقاض. يعملون بمستوى عالي من الحرفية، لديهم جميع الإمكانيات. هنالك كما علمنا أصوات ناجين لحتى هذه اللحظة يسمعونها، وبالتالي ربما يكون هنالك أشخاص لا زالوا على قيد الحياة، ولذلك هم يعملون ببطء شديد، وببطء بمعنى يعني يعملون بأدوات يدوية حتى لا يعرضوا حياة أي ناجي إلى الخطر. هذه الرافعة التي تظهر أمامك في الشاشة هي تنقل الحجارة الكبيرة التي يعني تركها هذا الانهيار من جدران وأسقف للبناية. طبعا مدير الأمن العام عبيد الله المعايطة كان تواجد في المكان، قيادات في الدفاع المدني متواجدة تشرف بنفسها على العمليات التي تحدث. هذا المبنى هناك، طبعا احنا ابتعدنا بأمر من قوات الأمن حتى لا يتعرض أحد للخطر، لأن الرافعة هاي تنقل يعني بصورة يعني ربما تعرض أشخاص للخطر في حال تساقط أي شيء من هذه الرافعة، أيضا حتى لا تعاق عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين التي تقوم بها كوادر الدفاع المدني والكوادر الطبية وكوادر الأمن العام. حتى هذه اللحظة لا يمكن أن لا يوجد تصريح رسمي عن مثلا هوية أو أعمار الأشخاص الذين تبقوا تحت الأنقاض. أسمى كل ما نعلمه وتأكدت منه أنا شخصيا بأنه هنالك شاب 20 اسمه لطفي، وهو ابن الرجل الذي تم إنقاذه وخرج يعني على قيد الحياة وهو بصحة جيدة. تأكدت أيضا أن هنالك طفلة عمرها 6 أشهر لشاب هنا يعني يجلس وينتظر. هنالك طبعا أسر أخرى أنا رأيتهم، ولكن هم في حالة صعبة جدا لا يتحدثون لأحد، لأنه الانتظار قاتل. يعني هذا الانتظار طبعاً، والخوف والرعب من أي خبر ربما يخرج إليهم يعني صعب جدا، وبالتالي نحن نحترم وضعهم ونحترم مشاعرهم، ولكن هنالك نعم أشخاص وأسر ينتظرون أي أخبار. طيب أو هل اتضح الدفاع المدني أن تتكلل بإخراج الناجين من تحت الركام؟ هل اتضح ما هو نعم يعني أسمع. أسباب الانهيار إلى ماذا تعود؟ يعني كانت الأخبار تتحدث على أنه المبنى قديم ومتهالك، وبالتالي لم ترشح إلى هذه اللحظة صحيح. أي معلومات؟ المبنى عمره 48 عام، المبنى عمره 48 عام، بني قبل 48 عام، قديم جدا وأساساته ضعيفة، ولكن هنالك من يتحدث بأن أعمال صيانة تحت المبنى جرت وتسببت في انهياره بشكل كامل. هذا لا يمكن الجزم به أسمى، لأنه يعني الكلمة الفصل والنهائية فيه للجنة التحقيق. بالفعل النيابة العامة حضرت إلى المكان وباشرت عمليات التحقيق وستخرج ببيان واضح، وإذا كان هنالك من تورط فعلا بأنه قام بعمليات صيانة
ويعني تسبب بخراب في الأساسات فإنه حتما سيحاسب وسيحمل مسؤولية هذا الانهيار في البناية التي حتى هذه اللحظة وبحسب المصادر الرسمية والبيان الرسمي للأمن العام عدد الوفيات بسبب هذا الانهيار 5 وفيات و14 جريح، وتبقى تحت الأنقاض 9 أشخاص يعني تحاول فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية أن تخرجهم، ونتمنى أن يخرجوا جميعا على قيد الحياة وفي حال طيبة. كل الأمنيات لهم بالسلامة وبأن يطمئنوا على من تبقى من أسرهم تحت هذه الأنقاض، مأساة بالفعل. شكرا عمار من عمان مراسل الحدث الزميل عمار الهندي، شكرا لك.